النهارده ان شاء الله احنا هنتكلم على الانستيزيا. هنتكلم الاول على الجنرال انستيزيا، وبعدين في النص الثاني هنتكلم على اللوكال انستيزيا. تعالوا نبدا الاول كلامنا على الجنرال انستيزيا. هو ايه الديفينيشن بتاع جنرال انستيزيا؟ يعني زي ما قول العيان ده متخدر تخدير عام، ده اسمه تخدير عام، في هو التخدير الموضعي ده اللي هو اللوكال. ايه الديفينيشن بتاع جنرال انستيزيا؟ هو عباره عن ان العيان ده في حاله ريفرسبل لوس اوف كونشس، طبعا لازم يبقى ريفرسبل عشان انا افقد وعيه وما يرجعش تاني. والعيان ده ريفرسبل لوس اوف كونشسنس، مع ان انا اقدر ان انا اعمل له سيرجيكال انسيجن. يعني المطلوب في اي بروسيس اوف جنرال انستيزيا العيان يفقد الوعي، دي نمره واحد. نمره اثنين، العيان يبقى حاسس بالم؟ لا، يبقى دي نمره اثنين، ان هو يبقى في حاله انرجيسيك. كمان ان هو يبقى في حاله امنيزيا. امنيزيا دي المقصود بيها ايه؟ ليه ببقى انا عايز الامنيزيا دي في الجنرال انستيزيا؟ عشان هو ينسى اللي حصل فيه، لان يعني طبعا ده ستريس. فكره الجراحه دي ستريس، ان هو واحد داخل اوضه عمليات، فبرضه انا يهمني ان هو لما يصحى يقعد فتره كده هو ناسي ايه اللي حصل، علشان لحد لما يفوز. بالاضافه الى ان انا كمان اعمل انهبيشن للريفلكس، بعض الريفلكس عايز اعمل لها انهبيشن. تفتكروا ايه الريفلكسز اللي انا ببقى عايز اعمل لها انهبيشن في الانستيزيا؟ نمرة واحد الكف ريفلكس، ماشي. ايه تاني؟ في اهم ايه الجاج دي بقى؟ الجاج ريفلكس دي لما اجي انا المس، وزي ما هنشوف دلوقتي البروسيس، انا بدخل زي تيوب كده بزرعها في التراكية، فانا مجرد ان انا المس سقف حلق العيان هيعمل له ايه؟ هيعمل له فوميتنج. ايه خطورة الفوميتنج؟ ان هو يخش مني في اسبيريشن نمونيا. طيب ايه كمان من ضمن الريفلكسز؟ مجرد ان انت تحط اي تيوب في بق العيان هيحصل اكسس سلايفيشن. الاكسس سلايفيشن ده برضه ممكن يعرضه الى اسبيريشن نمونيا. كل دي بنسميها ريفلكسز بتبقى انوانتد. انا مش عايز الريفلكسز دي تحصل. حط عليها بقى كمان حاجه مهمه. انت لازم نفرق في الجراحه بين حاجه اسمها الكتيف وامرجنسي. ايه الفرق؟ فكره الكتيف دي انت بتجهز العيان للعمليه، فانت بتقول العيان ايه؟ صوم قبليها مثلا بثمان ساعات، فكره ان ما يبقاش فيه اكل في معدته. وساعات برضو كمان ببقى خايف من الاتش سي ال اللي في معدته. ده فكره جراحه دي حاجه ستريسفول، فممكن كمان يبقى فيه اتش سي ال زياده. فعشان كده بنبص نلاقي ان الانستيزيا او الجنرال انستيزيا ده مش دواء بيتاخد وخلاص. الجنرال انستيزيا مفيش حاجه اسمها زي ما احنا بنشوف كده في الافلام اللي هو المنديل حط على يعني على بق العيان، فالعيان يغمى عليه، يشيل المنديل يفضل مغمى عليه ست ايام مثلا. مفيش الكلام ده خالص. لو جينا بصينا في الستيجز بتاعه الجنرال انستيزيا، طبعا بيبقى فيها بنقسمها الى ستيجز. في ستيج 1، ودي اللي هي بتبقى مجرد ستيجز اوف انرجيسيا، لسه ما فقدش وعيه. وبعدين بيخش على ستيج 2. ستيج 2 دي اخطر حاجه او اخطر ستيج في الجنرال انستيزيا. بيحصل فيها ايه؟ دي بقى بيحصل فيها لا اما زياده في الفيجاس، لا اما ممكن يبقى يحصل شويه اوفر سمباثيك، ويحصل للعيان شويه ديليريوم. العيان ممكن يبدا ان هو زي ما بنشوف كده، او ان حد فينا مر بمرحله جنرال انستيزيا، يبدا يعني يقوم يتحرك وكانه مش دريان باللي بيعمله. دي بنسميها اخطر ستيج. وبعدين يخش في ستيج 3. ستيج 3 دي بقى بتتقسم الى 4 ديفيجن. طبعا احنا بنبقى عايزينه غالبا
اللي هي ثلاثه او ستيج الثالثه من ثلاث ستيج. طبعا ستيج اربعه دي المفروض ما نوصلهاش، دي اللي هي الريسبيراتوري سنتر ديبريشن. فانا عايز العيان يخش على طول في الستيج بتاعه اللي هي بنسميها السيرجيكال انستيزيا. عايزه يعدي على ستيج 2 ايه؟ ها؟ دي اخطر ستيج. عايزه يعدي عليها ايه؟ بسرعه. السبب ده انا ما عنديش دواء واحد اقدر استعمله وادخل العيان في انستيزيا بالسلاسه اللي انا بقول بيها دي. من هنا جت فكره حاجه اسمها بالانسد انستيزيا. ايه بقى فكره البالانسد انستيزيا؟ انت هنا هتحضر العيان انك تعمل له عمليه. بتبدا مرحله التحضير اول حاجه اسمها بري انستيك. البري انستيك دي مرحله لسه العيان ما اتخدرش. وبعدين بدخله بعد كده في مرحله حاجه اسمها اندكشن اوف انستيزيا. كلمة اندكشن بتعني ان انا دخلته في الانستيزيا. وبعدين بفضل احافظ على الانستيزيا دي اللي هي ستيج اللي بنسميها مينتنس ستيج. يقعد قد ايه متخدر بقى على حسب ايه؟ حسب نوع العملية طبعا وحسب الديوريشن بتاعها. من هنا جت فكرة بالانس انستيزيا. دي أول حاجة هنتكلم عليها نفهمها كويس. فكرة البالانس انستيزيا أنا بعمل زي كوكتيل من الدراجز علشان أدخل العيان في ستيج أوف سيرجيكال انستيزيا بطريقة فيري سيف. هبدأ بري انستيك. تفتكر ممكن أدي العيان إيه بري انستيك؟ تعالوا نتخيل مع بعض. العيان في حالة ستريس والسمباثيتك عنده عالي، وده طبعا يفرق معايا لما اجي اخدره. هياخد مني دوز عاليه من الانستيك. ممكن اديله ايه؟ ممكن اديله حاجه ايه؟ سيداتيف. ممكن ياخد سيداتيف، فممكن قبل العمليه بشويه كده اديله حاجه سيداتيف. ايه تاني اديله؟ ممكن اديله انرجيسك في بعض الحالات. ليه بديله انرجيسك؟ لان هنعرف بعد شويه مش كل الانستيك جود انرجيسك. يعني في انستيك ما بتعملش الانرجيسيا بطريقه عاليه قوي، فالعين ممكن يحس بالالم. فبقى هنا برضو محتاج ان انا ممكن ادي حاجه انرجيسك. ايه تاني لسه؟ ارجعوا للريفلكسز اللي انا قلت عليها. فكره ان هو الفوميتنج، فكره السلايفيشن. هنا بقى في حاجه من الحاجات المهمه اللي بنديها للعيان. بديله ايه؟ انتي ماسكارينك. حد يقول لي بقى ايه فايده الانتي ماسكارينك؟ نمره واحد، هو ليه انتي ايميتك افكت؟ اتنين، هيقلل السكريشن، وده يفيدني ان انا بقلل الاسبيريشن نمونيا. بس كده؟ لا لسه. ارجعوا كده لستيج 2. ها؟ ممكن يحصل ايه في ستيج 2؟ هنا الفيجاس ايه؟ يعلى قوي، ولو الفيجاس عالي قوي هيحصل كاردياك ارست. يبقى هو برضه هنا بيحميني من الكاردياك ارست او الفيجال ستيميوليشن. كمان من ضمن الحاجات زي ما هنشوف دلوقتي، كل الانستيك بتتاخد باي انهاليشن، ومعظمها لما تيجي تستنشق حاجه في ريسك هنا انها داخله على البرونكاي، فممكن تعمل اريتيشن، ممكن تعمل شويه برونكوسباس. يبقى عندي هنا الانتي ماسكارينك، ودي اربع نقط مهمين قوي. اربع نقط مهمين جدا. يعملوا ايه بقى؟ واحد، دراينس اوف سكريشن. اثنين، انتي ايميتك. نمره ثلاثه، ممكن يبقى برونكو دايليتور. نمره اربعه، بريفنت فيجال ستيميوليشن. أربع حاجات ببقى طالبهم من الأنتي ماسكارينك. يتعرفوا كويس. هقولهم تاني. هما أنتي إيميتك، هما برونكو دايليتور، هما بريفنت الفيجال ستيميوليشن،
وكمان بيقلل يعمل لي درينس اوف سكريشن. اربع نقط اعرفهم كويس في الانتي ماسكارين. واضح؟ ده كده بري اناليسيس. ممكن ندي ايه كمان؟ ده احنا ممكن كمان ندي اتش 2 بلوكر او اتش 2 انتاجونست. عايز اعمل ايه في الاتش سي ال؟ ها؟ عايز اقلل الاتش سي ال. طبعا الحاجات دي بقى بنعملها في الايمرجنت. ببقى خايف طبعا من الاسبيريشن فممكن ادي العيان كمان حاجه تقلل لي الاتش سي ال. ده بري انستاتيك. طب حاجه للاندكشن. الاندكشن بقى انا عايز العيان ده يخش لي في انهي ستيج على طول؟ اللي انا قلت عليها يعدي كل ده بسرعه ويخش في اللي هي ستيج الثلاثه من الثالث ستيج في انستيزيا اللي هي السيرجيكال انستيزيا. غالبا غالبا الاندكشن بنعمله بحاجه اي في. ببدا ادي العيان حقنه انستيزيا. هنشوف دلوقتي ايه اللي هنستعمله. ميزه الاي في بقى ايه؟ ها؟ سريعه فتقوم مدخلها لي على طول. بس في عيب في الاي في غالبا. ده مش هيساعدني على المينتنس، صح؟ يعني هو حلو قوي ان اعمل اندكشن، والله لو العمليه بتاعتك بتتكلم في خمس دقائق 10 دقائق خلاص حلو كده كفايه. لكن لو انت عمليه هتستمر ساعات ما ينفعش. ببدا بقى بعد ما اعمل الاي في انجكشن بحاجه بتعمل لي اندكشن بنبدا ندي حاجه زي الساكسينايل كولين. طبعا الساكسينايل كولين مشاكله كتيره، طلع حاجه دلوقتي اللي هي بقت اغلى شويه اللي هو الاسبكيوريوم طلع. لكن الساكسينايل كولين ستيل من الادويه اللي لحد دلوقتي موجوده في اوضه العمليات. هستفيد ايه من الساكسينايل كولين؟ ماسل ريلاكسنت. يعمل لي ماسل باراليسيس. ايه اللي هستفيد بيه؟ هيعمل لي باراليسيس للماسل. مش لاقي افتح. ايوه. لان انا هبدا مع العيان ده اركب تيوب جوه التراكيه. فعايز العضلات دي ايه بقى؟ كانالايزد. اقدر اقوم مدخل التيوب جوه التراكيه. يبقى هنا في الاندكشن انا بدي حاجه اي في سريعه وبعدين بدي مصر ريلاكسن زي الساكسينال كولين حاجه رابيد اونست شورت ديوريشن عشان اعمل ايه؟ حاجه اسمها ان تيوبيشن. ركبت التيوب جوه التراكيه. كده العيان بقى متخضر. لكن انا ما اقدرش اعمل له مينتنس ان انا كل شويه احقنه اي في. بنعمل المينتنس بقى بعد ما ركبت التيوب دي امشي بايه؟ انهاليشن انست. ايه ميزه الانهاليشن هنا؟ فيها ميزه حلوه قوي. ان هي بتقدر تعمل حاجه اسمها تايم تو تايم كنترول. بمعنى لو انت العيان بتاعك وانت شغال عليه في اوضه العمليات فتبص تلاقي الجراح يقول لك ايه؟ ها؟ لا ده العيان ابتدى يفوق شويه. يعني طلع فوق. تقوم عامل ايه في الانهاليشن؟ تزود. انت وانت بتفوق العيان طبعا الحاجات دي فيها فرق. يعني بشوف الكورديال ريفلكس والبلاد بريشر حاجات بيبقى ماشيين عليها. افرض انت حسيت ان العيان ابتدى يخش منك في ستيج فوق. بقلل. لحد لما تيجي بقى تفوقه بتعمل ايه؟ بتوقف الانستاتيك ويبدا العيان يفوق بعد شويه. يبقى احسن حاجه في المينتنس هو الانهاليشن. احسن حاجه في الاندكشن هو الاي في. يبقى انا كده ده اسمها بالانس. طبعا لو العمليه طولت وهتبقى محتاج مصر ريلاكسنت ممكن تدي كمان حاجه بقى كومبيتيتف لونج اكتنج مصر ريلاكسنت. يبقى دي اسمها بالانسد انستيزيا. بري انستيك ميديكيشن بدي بعمل اندكشن باي في وادي ساكسينال كولين عشان اركب التيوب وبعدين اعمل مينتنس بالانهاليشن اللي هو بيعمل لي تايم تو تايم كنترول للانستيزيا. هكرر تاني اهم حاجه عندي هنا تبقوا اوير بيها بالنسبه لنا هي فكره مين؟ الانتي ماسكارين وايه الفاليوز اوف انتي ماسكارين. فدي ناخد بالنا منها لانها مهم. نبقى عارفين. بعد كده بقى هنبدا نقسم. ليه ما ينفعش في دلوقتي مش تعمل بعض بس ده انا بتكلم الكلاسيك.
لكن في دلوقتي حاجه زي السيموفلورين ممكن تستعمل يعني في الاطفال بالذات. الاطفال ممكن تعمل لي اندكشن بحاجه زي هذا. لكن ده الكلاسيك. دي الحاجه اللي طيب تعالوا نبص بقى لما اجي اقسم الجينال انستيزيا يبقى انا عندي كام نوع من الجينال انستيزيا؟ عندي نوعين، في اللي هو مين؟ في اللي هو الاي في وفي اللي هو الانهاليشن. سواء اي في سواء انهاليشن تفتكروا اي انستيتيك ايجنت هيشتغل ازاي في المخ؟ وغالبا بيشتغل على اكثر حته في المخ هي الريتيكولار اكتيفيتنج سيستم. تفتكر ايه الميكانيزم بتاعه؟ انا عندي هنا هيبقى انا ده ستيمولاتوري ولا انهبيتوري؟ انهبيتوري. يبقى هيزود ايه ويقلل لي ايه؟ بالعقل. اعتقد ان هو ممكن يزود لي الجابا، صح؟ اعتقد ان هو ممكن يقفل لي صوديوم شانل فيقلل الاكتيفيتي. ممكن يعمل ايه بقى في الستيمولاتوري؟ يقلل. مين اشهر ستيمولاتوري امينو اسيد موجود في البرين؟ هو الجلوتامين. فهو ممكن ياثر على ده او ياثر على ده. مش فارق معايا مين، لان هي لو جينا بصينا في الميكانيزم بتاع الانستيتيك ما حدش فينا لحد النهارده قادر يصمم. لكن ان جنرال انت هتشتغل ازاي؟ لا اما تزود الانهبيتوري، لا اما تعمل ايه في الاكسيتاتوري؟ تقلل الاكسايتاتوري. هو ده اللي عايزكم تعرفوه، لانه في سيرس وفي ناس بتتكلم كتير قوي بيشتغل ازاي، وفي سيرس كتير قوي طبعا بره السكوب بتاعنا هنا خالص. بناء على كده هنبدا نتكلم على الانهاليشن في الاول. وفي الانهاليشن بنقسمهم الى يا اما جاز، وده اشهر جاز اللي هو النيتروس اوكسايد، يا اما حاجه اسمها هالوجينيتد. ليه فولاتايل ليكويد؟ دي هالوجينيتد او فولاتايل ليكويد. اللي هو البروتوتايب بتاعها، انا هتكلم عن البروتوتايب اللي هو الهالوسين، وفي بعد كده شويه ممبرز هنتكلم عليهم. قبل ما اخش في الانواع بتاعه الانهاليشن، في طبعا تيرم هنا مهمه قوي. تاني حاجة لازم تعرفوها كويس، حاجة اسمها ماك. ايه الماك ده؟ مينيمم الفيراتوري كونسنتريشن. مينيمم الفيراتوري كونسنتريشن. واضح من اسمه، احنا بنتكلم عن انهاليشن. ها؟ هو ايه بقى؟ هو المينيمم كونسنتريشن من الانهاليشن انستيك اللي يعمل لي امبوبلايزيشن في 50% من العيانين ويقدروا يستحملوا السيرجيكال انسيجن. هقولها تاني او بالعربي، هم ايه؟ هو اقل كونسنتريشن، ها؟ يشتغل على كام في المية من العيانين؟ 50% من العيانين، يخليه اقدر اعمل له سيرجيكال انسيجن. حد فاكر؟ ها؟ بالظبط كده. هي دي الاي سي 50 او الاي دي 50 بتاعت مين؟ بتاعت اي دواء، بس هنا بقى بنحسبها على ايه؟ على الانهاليشن الانفيولر كونسنتريشن. يبقى هي بالظبط الماك هو المينيمم انفيولر كونسنتريشن اللي هو يعمل لي امبوبلايزيشن في كام في المية من العيانين؟ افتكروا تملي ان الماك هي ايه؟ هي اي سي 50 او اي دي 50. دي اللي بتخلي 50% من العيانين يقدروا يستحملوا السيرجيكال انسيجن. ده اسمه ماك، وده مهم قوي جاست الديفينيشن. وزي ما قلت نبقى عارفين ان هو اي سي 50، اللي فينا هينساه ما تنساهوش. هو الاي سي 50 هو الدوز اللي بتشتغل على 50% من العيانين. بس هنا بما انه انهاليشن فبقول ايه؟ اقل الفيولر كونسنتريشن. طبعا ده بقى يعني يختلف حاجات كتيرة قوي. تفتكر ايه الحاجات اللي ممكن تقلل الماك؟ وايه الحاجات اللي تزود الماك؟ هي تقلل الماك يعني ايه؟ تساعد الشغل بتاعك. يعني كأني بستعمل جرعة ايه؟ ها؟ أقل.
اوبيويدز. انا تخيل وانت ايه الدراجز اللي ممكن تخليك تستعمل العنده يتخدر منك بسهوله كده باقل من الجرعه العاديه؟ ها اي سي ان اس ديبريست عرفت ولا ليه في البري اناستاتيك؟ ها بدي سيداتيف وبدي حاجه سي ان اس ديبريسنت اهو. يبقى اي سي ان اس ديبريسنت اي سيداتيف اي اوبيويد اي حاجه توقف لي السمباثيك. سمعنا زمان عن دواء بيشتغل على الفا 2 ريسبتورز، ها فاكرينه؟ مش مهم مش عايز اسمه، اسمه كلونيدين. كلونيدين ده كان الفا 2 اجونست، وده بيعمل ايه في السمباثيك؟ بيقلل السمباثيك. فالعيان بقى هادي معاك، وبما انه هادي معاك فهتستعمل دوز ايه؟ اقل من الماكرو. طبعا الناس الكبار في السن اوريدي بيبقى عنده شويه سي ان اس، في فاكتورز كتيره، بس انا عايزك بس تبقى عارف الكونسبت. اي سي ان اس ديبريسن ها يعمل ايه في الماك؟ يقلل الماك. طب ايه اللي يخليك تستعمل بقى تركيز اعلى عشان تخدر العيان؟ ايه اللي يزود لك الماك؟ ها؟ اي سي ان اس ايه؟ العكس يبقى ايه؟ اي سي ان اس ستيمولنت، يعني زي مين؟ يعني واحد بياخد ايه؟ واحد بياخد انفيتامين. لا هو يعني مش عايز اخش في الالكول، بس هو الالكول لازم نفرق بين حاجتين، واحد جاي لي شارب الكول وواحد مدمن الكول. يعني مش عايز اخش في تفاصيل معاكم فيها قوي، بس اللي جاي شارب الكول، الالكول هنا ده ايه؟ ده ايه؟ الكول ده ديبريسر. لكن مدمن الالكول دي قضيه ثانيه خالص، ده هو جاي لي وهعمل له عمليه وهو ممكن يكون في مرحله الوزدرول. ركز يعني ركزوا معايا، مدمن الالكول ده، الالكول ده ايه؟ سيداتيف. ها الالكول سيداتيف، هنسمعه بعدين في المحاضره قبل. الالكول سيداتيف مش ستيمولنت. فلو واحد جاي شارب الكول داخل يعمل عمليه ده كده ايه؟ واخد ايه؟ سيداتيف. لكن الالكول ديبندنت، مدمن الالكول، تخيل لما يكون واحد مدمن حاجه سيداتيف، ها الوزدرول بتاعها بيبقى ايه؟ العكس على طول. فده هنا عايزين نفرق، مش عايز اخش في التفاصيل دي معاكم عشان ما تتلخبطوش. يبقى خلينا نتفق ان الماك تقل باي سي ان اس ديبريسنت وتزيد باي سي ان اس ستيمولنت. حاجه بقى زي الكوكايين، حاجه زي الامفيتامين، طبعا دي حاجات بتزود الماك او تخليني استعمل انستيزيا اكتر. بيزيد كمان السكر. ايه ده؟ ايوه اي بالظبط، اي سيمباثومايتيك، اي حاجه ستيمولنت بالظبط كده. عايز بس تبقى عارف انه سي ان اس ديبريسنت بيقلل والسي ان اس ستيمولنت ممكن يزود. ما هو كل السي ان اس ستيمولنت بتشتغل على الكاتيكولامين وعلى السيمباثيك، فده كلامك مظبوط طبعا. دكتور هو احنا هنا بنتكلم على كونتكست ان حد بيستخدمه اون ريجولر بيسس ولا حد اخذهم على طول قبل العمليه؟ ده مين؟ يعني في سي ان اس ديبريسنت وسي ان اس ستيمولنت. لا يعني لو انت بتحضري عيان بتاعك ورحت مدياله قبليها سيداتيف، لازم تتوقعي انه هيحصل ايه في الباك. بس قصدي يعني احنا بنتكلم على حد كرونيك، يعني خلينا نبعد عن المدمن. بس المدمن ده قضيه شائكه جدا، يعني مش هنعرف نطلع فيها بكونكلوجن. نعم؟ لا لانج ديزيز ليها تاثير تاني خالص على يعني حاجه تانيه. طيب تعالوا نبص بقى، نبدا نشوف انواع الانهيليشن انستيتيك. احنا اتفقنا في عندي هالوجينيتد وفي عندي اللي هو النيتراس اوكسيد. الهالوجينيتد اول دواء طلع هو ده، يعني انا مش عايزكم تحفظوا الاسامي كتير قوي، بس هشرحها بس يعني مش عشان ما نحفظش اسامي كتير. البروتوتايب بتاع الهالوجينيتد كان اسمه هالوثين. الهالوثين ده البروتوتايب، ده أول دواء طلع في الهالوجينيتد انهاليشن انستيتيك. الهالوثين كان فيه ميزة، الهالوثين جود انستيتيك بور انالجيستيك. ولا تاني، دي عايزكم تعرفوها كويس. جود انستيتيك يعني بيخدر حلو، لكن
انا الجسد مش انا. هو ليه الفرق ده؟ فرق سلكتيفيتي على الاريا اللي في البرين. عارفين في اريا مسؤوله عن البين، في اريا مسؤوله عن الاراوزل، فهو في فرق. يعني مش متخيلين انه بما انه مخدر، وساعات تشوفها في العيانين كده، تلاقي العيان ده وهو متخدر ويجي يعمل له عمليه، لا وشه بيعبر ان في الم. فهو الهلوسين نمره واحد هو جود انستيك بور انرجيزيك. عشان كده يفضل ده. ها لو انت عايز تعمل بهلوسين لازم تدي معاه حاجه ايه؟ انرجيزيك. لان هو عيان ممكن ما يستحملش الالم. الهلوسين طلعت منه بقى مشاكل كتير. اول مشكله بيعمل سيفير هايبوتنشن. ضغط يوطى قوي لان هو كارديو ديبريسنت. فالضغط يوطى. الهلوسين كان توكسيك على الهارت. ممكن يعمل ايه؟ بيزود السنسيتيفيتي اوف بيتا ريسبتور للكاتيكولامين. يعني ايه؟ يخلي البيتا ريسبتور اللي في الهارت مور سنسيتيف للكاتيكولامين. طب ده اترجمه ازاي؟ مش لا عايزين نترجمه الاول بيزك وبعدين نشوفه كلينيكال. معنى ان كده انك انت زودت السنسيتيفيتي، يعني لو حبه كاتيكولامين صغيرين في العادي ما بيعملوش حاجه. هنا بقى هيعمل ايه؟ ممكن يعمل اوفر ستيميوليشن للهارت. اقولها تاني. كلمة إن أنا أزود السنسيتيفيتي دي لو في سمول أماونت من الكاتيكولامين مش كافية إنها تعمل استيميوليشن بنسبة عالية. لا، في وجود الهالوسين تعمل إيه؟ تعمل لي أوفر استيميوليشن. أنا عندي معرض إلى تاكيكارديا. عشان كده بقى يبصوا بقى المشكلة كانت بتواجهنا في إيه؟ العيان عنده إيه؟ ها؟ هايبوتنشن. وهنا العيان بقى سنسيتايز البيتا ريسبتور اللي في الهارت سنسيتايزد لايه؟ للكاتيكولامين. انتوا متخيلين بقى هنا الكونفليكت اللي ممكن يحصل لي؟ عيان عنده هايبوتنشن، طب انا لو اديته كاتيكولامين عشان ازود الضغط، خد بالك الريسك اوف تاكيكارديا، لو انت بدي حاجه تشتغل على البيتا كده الريسك اوف تاكيكارديا هيبقى ايه؟ يبقى عالي شويه معاه. دي مشكله في الهالوسين. مشكله كمان في الهالوسين، ودي بقى اخطر حاجه فيه، هيباتوتوكسيك. واحد من الميتابولايت بتوعه بيعمل هيباتوتوكسيك. وكان في قاعده بقى، اي دكتور تخدير لو جاله مثلا حاجه في الليفر، يعني طبعا انتوا عارفين في ريسك، دي اللي هي ريسك عالي قوي للناس اللي بتشتغل بحقن وكده، فجاله مثلا اتش سي في بقى مش مفضل خالص ان هو يخش اوضه عمليات فيها. خدوا بالكوا ان الهالوسين ده يعني مش العام بس اللي بيشمه، ده بيبقى يعني موجود في الاوضه يعني. فدي كانت مشكله، اللي عنده اي مشكله في الليفر ما يقدرش يستعمل الهالوسين، بس يخش اوضه فيها هالوسين. كمان الهالوسين كنا زمان سمعنا عنه اللي هو الهايبرثيرميا، والهايبرثيرميا دي كانت بتحصل لو استعملت هالوسين مع ساكسينايلكولين. يعني في اربع مشاكل مع الهالوسين. الهالوسين النقط المهمه اللي فيه اللي عايزكم تبقوا عارفينها كويس، هو وضعه ايه كانستيك؟ هو جود، ها؟ جود انستيك بور انرجيستيك. دي تلزق في دماغنا. مشاكله كلها اتش، اللي هو بقى هايبوتنشن، ممكن يعمل اريزميا على الهارت، ممكن هيفاتوتوكسيستي، ممكن يعمل لي هايبرثيرميا. ومن هنا ابتدينا بقى نعمل ايه في الهالوسين؟ ابتدى يتراجع، بس هو الحقيقه في ميزه واحده فقط. للاسف. يعني رخيص وابن ناس، رخيص. لكن طبعا كل المستشفيات البرايفت غالبا ما حدش بتعمل هالوسين. لكن الهالوسين بس في نفس الوقت ما نقدرش نستغنى عنه، هو لان هو برضه الى حد ما يعني لسه ليه دور، لكن مش مشاكله الكتيره خلتنا ايه؟ خلتنا نتنازل عن الهالوسين. ابتدى
يطلع بقى ممبرز تانية. اقول بس كده ممبرز بسيطة ونبقى عارفين كل واحدة حاجة بسيطة عنها. طلع حاجة اسمها ايزو فلورين. اسمه ايزو فلورين. اخطر عين. طبعا كلهم هتبص نلاقي ان هم كلهم ريسبيراتوري ايريتنت والكلام ده كله. بس هو اسمه ايزو فلورين. اخطر عين فيه اسكيم. اسكيميك هارت. هو اسمه ايزو فلورين. از. اخطر عين فيه از كيميك هارت. يعني دي من الحاجات اللي هي مشهورة قوي عن الايزوفلورين. طلع بعد كده الديسفلورين. الديسفلورين برضو جود اناستيك بيستعمل كتير قوي دلوقتي وبقى لحد ما السيفتي بتاعته كويسة. لكن ستيل برضو في شوية ريسبيراتوري انريتيشن لحد ما طلع هو حاجة اسمها السيفوفلورين. السيفوفلورين ده بقى من الحاجات المنتشرة. ايه ميزة السيفوفلورين بقى؟ مش ريسبيراتوري انريتيشن. السيفوفلورين اقدر استعمله في الاطفال ابدا بيه على طول اندكشن. ده هو السيفوفلورين. فده بقى بيستعمل كتير قوي في اوضه العمليات. دول اللي هم الهالوجينيتد كومباوند. النوع الثاني اللي هو النيتروس اوكسايد. النيتروس اوكسايد ده غاز بقى. ده مش هالوجينيتد. وده بقى ايه؟ احنا قلنا الهالوسين كان ايه وضعه كأناستيتك؟ جود ايه؟ بور ايه؟ جود أناستيتك بور أنالجيسيك. النيتروس أوكسايد عكسه تماما. جود أنالجيسيك ها؟ بور أناستيتك. ده النيتروس أوكسايد. سيفتي بتاعته عالية جدا جدا جدا. نادرا ما يعمل ريسبيراتوري سيمتر ديبريشن كارديو فاسكولار ديبريشن. ما فيش صعب قوي انه يعمل حاجه زي كده. كون ان هو جود انرجيسك ده خلينا نستعمله في مين؟ ايوه في كاسه الاسنان. ولو فيكم كان في فيلم مشهور بس انا مش فاكر اسمه. مش فاكر اللي هو يعني بس انا فاكر المنظر. اللي هو يعني الراجل دخل وراح مشغل له النيتروس اوكسايد وخد منه كل اللي هو عايز يعرفه. مش فاكر اسم الفيلم الصراحه. بس النيتروس اوكسايد من الحاجات اللي بتعمل ايفوريا. ده بيسموه ايه؟ الغاز الضاحك. كان بيستعمل في الليبر. دلوقتي الليبر بقت ليها حاجه اسهل. بيستعمل في الاسنان. ممكن يستعمل في الغيار اللي هو لو في مثلا جرح بيرن او حاجه او فيها حاجه عنيفه شويه فيها الم للعيان ممكن نستعمل. ده النيتروس اوكسايد عشان هو ايه؟ قلنا عكس الهالوسين ها؟ اهم حاجه فيه ان هو جود انرجيسك بس بور انستيك. طب ايه مشاكل النيتروس اوكسايد؟ اول مشكله اللي قلتها الايفوريا والديبندنس. يعني انت لو واحد صاحبك دكتور اسنان وحب يوجه معاك وكان عنده بالصدفه عنده ناس اوفسايد ده ورحت له العياده وراح مشغل لك شويه هت ايه؟ هتفرفش كده وهتلاقي نفسك الدنيا وردي وجميله قوي. نعم؟ لا الايفوريك هقولها تاني. الايفوريك از نوت انتي ديبرس. يعني مفيش حاجه اسمها ان هو ايفوريك يبقى انتي ديبرس. فده طبعا عيبه ان هو الديبندنس. ايفوريا والديبندنس. عيب كمان. في عيب كمان ان هو غاز. ففي ريسك ان هو يخش في اي حته مقفوله فيها غاز. يخش هيعمل ايه جوه في البريشر جوه الكلوزد سبيس ده؟ ها يزود البريشر. ودي بعض الحاجات ممكن تحصل منه لو دخل في الجزء اللي هو بتاع الانر اير والميدل اير. ها ممكن يعمل ايه؟ تمبانيك ممبرين رابشر. لو دخل جوه الكولون ممكن يزود الغاز في الكول. عشان كده ما بنحبش نستعمله لو في حاجه مثلا في الكولون. ما بنحبش نستعمله. لو عيان عنده حاجه زي نيموسو. عارفين يعني ايه نيموسوركس؟ اللي هو هواء موجود على اللنج في البلورال سبيس. برضه ما حبش كل ده. في ريسك انه الهواء ده ايه؟ يزيد وممكن يعمل رابشر في الاورجن اللي هو فيه. مقدور عليهم. كل ده انا اقدر اتعامل معاه. واخد بالي وانا بنزل.
في حاجه مهمه قوي 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 معايا. انت هنا هخش في تفاصيله كديفيوجن وكده، بس هو كده لو انت مليت اللنج بنيتروس اوكسايد وهو عنده القدره من قرنه بالاكسجين، لا هو عنده القدره ان هو يملى مكان الاكسجين. فتخيل لو انت اديت العيان 100% نيتروس اوكسايد كده هيخش هيملى خالص اللنج، صح؟ طب الاكسجين يروح فين؟ ما بقاش فيه اكسجين. يحصل ايه العيان ده؟ هيبوكسي. عشان كده في رول، ما ينفعش تدي النيتروس اوكسايد بيور، لازم تدي معاه جزء اكسجين. وانت بتعمل ريكفري كمان دي بتبان قوي لما تيجي توقف بقى. فالنيتروس اوكسايد انا قلت من شويه ان هو عنده القدره انه يحل محل الاكسجين بسلاسه بسهوله، ده حاجه في الديفيوجن بتاعه مش مهم تفاصيلها ايه. لكن وانت بقى بتصحي العيان وجاي يتوقف، فهتبص تلاقي حصل ايه؟ زي رش من النيتروس اوكسايد على اللنج، ها؟ فاللنج تتملي، فالريسك بتاع الهايبوكسيا بيبقى عالي قوي وانا بعمل ريكفري للعيان. يعني انت احنا اتفقنا ان طول انت ماشيه هو شغال، انت عايزه بقى تعملي ريكفري للعيان، ها؟ هتعملي ايه في النيتروس اوكسايد؟ هتوقفي. فيبدا الناس يخرج من اللنج، هو خارج من اللنج، فالحبه اللي في جسم العيان كلهم هيحصل لهم ايه؟ هيروحوا على اللنج، وعند عدد خراجين من الجسم خلاص. طيب بص، هو انت متخيله الناس الاكسايد اللي في اللنج ده هو خضر ازاي؟ دخل البلاد، دخل البرين، ها؟ بقى هو فين؟ في التشو. انت بتعملي ريكفري، انت لما تقفلي الانبوبه تركيز في اللنج بيقل، فيبدا ياخد من الهاير كونسنتريشن فيخرج باندفاع، هو عنده القدره انه يزح لك الاكسجين، هو اقوى من الاكسجين في اللنج. فهتلاقي يحصل ايه بقى في اللنج؟ ها؟ تتملي ايه؟ نيتروس اوكسايد. فيحصل ايه في الاكسجين؟ يعني وانت بتديه في ريسك اوف هايبوكسيا، وكمان في الريكفري الريسك بيبقى ايه؟ اعلى. فلازم وانت بتفوقي العيان تدي العيان ده معاه اوكسجين. لكن ما عدا هذا هما حاجتين مهمين في الناس اوكسايد عايزكم تعرفوهم كويس قوي. وانت بتديه ما ينفعش تديه بيور، لازم تدي معاه والاكسجين مهم قوي كمان وانت بتعمل ريكفري، دي نقطه مهمه قوي. المشكله الثانيه اللي فيه او الحاجه الثانيه اللي فيه ان هو افارق، ففي ريسك اوف ديبندنس. الحاجه الثالثه المهمه اللي فيه ان هو ايه وضعه كاناستيك؟ ها؟ بور اناستيك جود انرجيست، ده اللي هو النيتروس اوكسايد. طيب تعالوا نبص بقى للاي في، مش هتكلم هتكلم فيها حاجات بسيطه برضه. أول حاجة عندي في الأي في وده اللي هو البروتوتايب برضو اللي هو الثايوبنتال. فاكرين الثايوبنتال؟ ده شورت أكتيف باربيتوريت، وأنا قلت قبل كده إن الباربيتوريت ما بقاش يستعمل ك سيداتيف هيبنوتس. فاكرين مشاكل الباربيتوريت؟ إن هو كإنزايم إنديوسر والريسك بتاعه واللو ثيرابيوتيك إندكس. ما بقاش عندي في الباربيتوريت حاليا الا الثايوبنتال. الثايوبنتال ده الترا شورت اكتنج باربيتوريت وده بيستعمل فور اندكشن. هي كل مشاكل الباربيتوريت انا هتكلم عليه في نقطه بسيطه بس. بس انا عملت اندكشن باي في ثايوبنتال. بصوا الثايوبنتال الكاينيتك بتاعته ايه عشان نفهمها. هو بيخش البلد وبعدين
يخش اول ما يدخل يخش بثقله على البرين، فيخش بثقله على البرين هايلي لايك اوفن، فالعين يتخبر. انا عنده حقنه وخلاص، ده اي في مش ده مش مينتنس. ها وبعدين يخرج من البرين، يبدا يتخزن في الاديبوس تيشو. اول ما يخرج من البرين العين ايه؟ يفوق. هو اتكسر، تتخزن فين؟ الاديبوس تيشو. طب بصوا بقى المشكله اللي جايه دي، اديت عيان حقن السايوبنتال ما نامش، ها ادي حقنه دم هفترض انه نام. هو كده العيان بقى بعد ما يفوق من العمليه، هو السايوبنتال خرج من جسمه ولا متخزن فين؟ في الاديبوس تيشو. يبدا يخرج بايه؟ جراديوال بالتدريج. فالعيان ممكن بعد العملية يقعد فترة بيعاني من السايوبنتال. السايوبنتال رغم ان هو very common used، لكن طبعا بدأ يتراجع شوية في الاستعمال، لان هو ما تنسوش ان هو باربيتوريت، والاندكس بتاعه طبعا لو اتحقن ارتيريال ممكن يعمل مشاكل للعيان، والعيان ممكن يموت من سايوبنتال. فدي من الحاجات الخطيرة قوي في السايوبنتال. بنستعمله في ايه؟ هو انتكشن لو عملية صغيرة كافي، مش لازم اعمل للعيان مينتنس انهيبيشن. في عندي دواء دلوقتي هو اللي بقى يستعمل دلوقتي، هو البروبوفول. البروبوفول بقى دلوقتي بقى هو تقريبا واخد الابر هاند في الاي في، واخد الابر هاند. البروبوفول في ميزه فيها طبعا بيعمل رابيد اندكشن ورابيد ريكفري زي السايوبنتال. في ميزه في البروبوفول ان هو دي انتي اميتيك افكت، دي ميزه فيه برضه كويسه. البروبوفول بيستعمل في اللي هو في الدي تايم سيديشن، يعني ممكن تديه في واحد في انتنسيف كير عشان يفضل في حاله سيديشن كده طول الوقت. فبقى من الحاجات اللي فيري كومن يوز دلوقتي هو البروبوفول، بيستعمل كتير قوي. البروبوفول الى حد ما برضه ممكن طبعا يستعمل في الناس اللي عندها اي مشاكل كريسبيراتوري بروبلمز. حاجه اهم واحد وده اللي هركز فيه شويه، ده اللي هبقى يعني عايزه منكم كويس. في حاجه دواء اسمه كيتامين. بس يعني مش زي السايبر زي ستيل بيعمل ديبريشن، ستيل من مشاكل بيعمل ديبريشن، لكن ممكن ما يعملش بروكوس باد، لكن ستيل بيعمل ديبريشن. وفي مشاكل كتيره بتحصل ستيل بيعمل ديبريشن. لا اثبات ديبريشن حاجه وبرونكو ديبريشن حاجه. هو مش برونكو سباز، لكن كان اثبات مشاكل ديبريشن، بس السيفتي بتاعته بالمقارنه بالسايبنتال بعيد قوي عن السايبنتال. طب خلينا نركز في الكيتامين. الكيتامين ده دواء مشهور قوي وهيعجبكم قوي. لذيذ، الادويه اللذيذه قوي كيتامين. سمعتي عنه؟ لا لسه هو سمع عنه. طب الكيتامين ده اول حاجه فيه ان هو ممكن يتاخد اي ام، يعني مش شرط يتاخد اي في. الكيتامين بيعمل نوع من الانستيزيا حاجه اسمها ديسوشيتيف انرجيزيا. ديسوشيتيف انرجيزيا، او بعض الناس بتقول لك بتسميها انستيزيا، بس هو مش انستيزيا الحقيقه. ايه دي بقى؟ ديسوشيشن يعني ايه؟ العيان فاصل عن اللي حواليه خالص. العيان قاعد عنده بروفاوند انرجي، عنده انرجيسيا عاليه قوي، عنده امنيزيا عاليه قوي، مش تمام يعني مش فاكر حاجه خالص، وعنده انرجيسيا عاليه لكن مش فاقد وعي. او هل ممكن يبقى قاعد مفنجل لكن مش تمام من اللي حواليه خالص نهائي. عشان كده من هنا جه الاسم اللي هو ايه؟ ديسوشيتيف
فهو ما تخدرش لكن مش حاسس بالالم، ها مش دريان بالحاله، عنده ستيت اوف امنيجا، مش فاكر حاجه خالص. وده طبعا فكره ان هو بيستعمل اي ام ادت له ميزه، بغض النظر عن استعماله في الانستيزيا. ممكن استعمله في الايه؟ في الاطفال الصغيرين، لو انت عايز تعمل الاطفال مثلا ام ار اي عايزه يهدى ويثبت، ما بيثبتش ممكن ندي جرعه صغيره. ممكن تستعمله في لو عايز مثلا تعمل تغير جرح العيان عنده بيرن او يبقى فيري بينفول، ممكن يستعمل. في استعمالات كتيره قوي. ايه المزايا؟ يعني هو كونشس، يعني كونشس. بس فاصل فاصل معاك يا خالد، مش دايما بنتكلم زي؟ لا سيبيشن ايه؟ لا 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 ليفل تاني خالص، ما هنشوفه ليفل تاني خالص. الميزه بتاعته ان هو اولا ممكن يعمل برونكو دايلاتيشن، في ميزه في البرونكيال ازمه، يزود الضغط، بقت ميزه فين؟ في الناس اللي عندهم شوك، ممكن استعمله في الناس اللي عندهم شوك. في كمان يعني نادرا ما بيعمل ريسبيراتوري سنتر ديبريشن، نادرا انه يعمل الحاجات دي خالص. فهو المستين الكبار اللي فيه ان هو برونكو دايليتور، ان هو بيزود الضغط، ممكن تديه في عيان عنده برونكيال ازمة، ممكن تديه في عيان كمان عنده اللي هو شوك، ممكن تبدا بالتخدير في حاله شوك. طب ايه مشاكل؟ لا ولا ديفيدنس، محدش بيدني. اول مشكله فيه ان هو ممكن يزود الانتراكرينيال بريشر، وبالتالي بقى ما يستعملش في الهيد انجري. دي مقدور عليها برضه، مش هتضيف في الهيد انجري. فكره بقى اللي حاجه الكاركترستيك في الكتابيه، حاجه اسمها ايمرجنس فينومينا، عارفاها؟ طيب ايه الايمرجنس فينومينا؟ وانت مدي العيان كيتامين هو في حاله ديسوشيشن، وهو بيفوق بتلاقيه بيهلوس، يقعد يهلوس في أي حاجة، وممكن يتخيل حاجات ما بتحصلش، وحاجات ما حصلتش أصلا جوه أوضة العملية. بالظبط كده. أيوه أيوه فهمت يعني إيه الكلام ده؟ ده من الحاجات اللي لما تستعملها لازم يبقى في معاك حد تاني في الاوضه. احتياط. ليه بقى؟ العيان هو بيفوق من الكيتامين ممكن يتخيل حاجات ما حصلتش وتلبس انت في القضيه. عيان بقى، عيانه، اي حاجه مش فارقه، بس هيتخيل حاجات ولا حصلت خالص. فدي بتبقى حاجه من ميديكو ليجال امبورتنس، مهمه في الكيتامين. عشان كده بيفضل لو هتستعمل كيتامين ممكن قبليها تدي حاجه زي الديازيبام اللي هو البنزودياسيبام. يبقى قلت الكيتامين الحاجه الكاركترستيك اللي فيه ها ديسوشيتيف انستيزيا او انالجيسيا، اللي هي انالجيسيا امنيجيا ديسوشيشن فروم انفايرمنت، عين قاعد ما بيتحركش. مزايا حاجتين، ها تديه في البرونكيال ازمة، تديه في الناس اللي عندها شوك ممكن تستعمله، طبعا تديه في السيفير بين، حلو قوي لان هو فيري بوتنت انالجيسيك، وزي ما قلت ممكن يستعمل في الغيارات، ممكن يستعمل في في, في عشان تخلي العيان ده قاعد ما بيتحركش. فدي مزايا فيه. في عيبين خطيرين جدا، قلت يزود الانتراكرينيال بريشر و ها emergence phenomena اللي هي اقدر اتجنبها ان انا ادي معاها او ابدي اللي هو الديازيبام. هو بيقلل لازم بيقلل لان بيعمل سيديشن كده، فبيقلل الايمرجنس فينومينا. باقي الاي في احنا سمعنا عنه بنزودازيبين. طبعا بنزودازيبين ممكن يستعمل فين بقى؟ ممكن استعمله هو نفسه كمخدر، او ممكن استعمله بري انستيتيك. فكل ده ممكن يستعمل في البنزودازيبين. وفي ميزه في البنزودازيبين لو تفتكروها،
انه ليه انتيدوت. يعني لو حصل مني دوز عاليه انا عندي اللي هو الانتيدوت بتاعه. طبعا في الاوبيويد دلوقتي برضه بيستعمل. اوبيويد ممكن يستعمل ايه او ايه؟ ها؟ ممكن يستعمل كانرجيسك لو عندي بور انرجيسك، وممكن كمان بيستعمل في حالات زي ما هنشوف ممكن يستعمل كتير قوي برضه في البالانس اناليسيس. دول اللي هم باختصار فكره الاي في اناليسيس. في اي سؤال؟ بس ما تتكملي بعدين لو استعملتيه اندكشن بتكملي. بنكمل بايه بعد اللي احنا قلناه بقى؟ في اي سؤال؟ في